السلام عليكم. البنت اختي حسناء وحميد مريضه، خرجت من الدار نهار الثلاث، خرجت في العشيه 11 يوم اليوم. باش مريضه؟ مريضه شوف بالنفساني. كان قلبوها، ما خلينا الريش، ما خلينا زايده، ما خلينا بوميه، ما خلينا حتى بلاصه، ما خلينا مكناس. انا براسي مشيت لمكناس، كان قلب عليها حتى عييت ما لقيتهاش، ودرناها في الفايس. والله كافي شي وجوها كما عرفتهم ما عرفوني. هاد الناس مساكين عيطوا علينا البارح في الليل، درناها البارح في الليل وعيطوا عليا البارح في الليل. قالوا لنا لا واحد البنت، واحد البنت ها ما كاينه مكان. وقلت له الله يرحم الوالدين، الله يكثر خيركم، هاد البنت راه ديالنا. شافوها في المحطه ديال طنجه، في المحطه ديال طنجه مسكينه، كيخرجوا مساكين كتشوفها، كيخرج الراجل يخدم كيشوف البنت في المحطه مسكينه غير كامشه غير هكا. شحال تقريبا هي في طنجه دابا؟ دابا قول 11 يوم اليوم، خرجت نهار جوج يمكن في الشهر. ودابا البنت الله يرحم الوالدين اللي شافها اللي لقاها، الله يجزيكم الله يجزيكم بخير، جيبوها لهاد النمره هذه ولا يديوها للبوليس. الله يرحم والدينا، باها مسكين بغا يهبل ما بغا تهبل، باها مسكين والله ما كياكل ما كيشرب، امها هكاك خليتهم مساكين كيموتوا، ما قدروش كاع يخرجوا. انا خرجت، انا جيت كنقلب. دابا الله يجزيكم بخير اللي لقى هاد البنت الله يرحم والدين، يوصلها يشوفوا هاد النمره ولا يديوها للبوليس. شويه دابا هي مسكينه يهضر معاها اي واحد، دابا غير شويه غير باها، دابا باها وامها وتعصب وريني ما عمرها خرجت البنت بحال هكا. ما دماوش هاد الخروج دابا اللي دارت هاد الخطره، كانت تخرج الدور حتى تعيا وترجع، ما عمرها دارت بحال هاد الشيء هذا. ها بنتي يا حسنه الا كتشوفيني اجي، راه امك مريضه، راه باك مريض، راه حشومه هادشي اللي درتي، اجي عندي الميدلت هادشي اللي درتي يا بنتي، راه ما مزيانش، اجي يا بنتي عندي، اجي عندي الميدلت هادشي اللي درتي راه ما مزيانش. شنو جايه في ميدلت سوما؟ ها؟ شنو جايه في ميدلت سوما؟ سوق الجمعة. سوق الجمعة. انا في سوق الجمعة، اجي يا بنتي، راه باك وامك راه غادي يهبلوا، اجي عندهم. اللي شافها الله يرحم الوالدين يجيبها للبوليس ولا يجيبها لهاد النمره هادي، يعيط علينا الله يرحم الوالدين. راه البنت مسكينه مريضه، الله يرحم الوالدين، راه امها وباها غادي يحماقوا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.